صباح الخير متابعي ضحي مصر، كل عام وانتم بخير. بمناسبة العام الدراسي الجديد بنرحب بكم جديد من محافظة اسكندرية مع بداية صباح اليوم الأحد 10 أكتوبر. بيتم بداية عام دراسي جديد، عام مليان قلق وخوف وقرارات جديدة، إجراءات احترازية. احنا النهاردة معاكم من أمام إحدى مدارس مدينة الأسكندرية، بنرصد لحضراتكم توافد الطلاب للحضور مع أولياء أمورهم مع قرارات العودة الإجباري. طوال اليوم الأسبوع كان لازم يكون في إجراءات احترازية، فكانت الإجراءات الاحترازية الموجودة زي الحضور بالكمامة إجباري طول اليوم، والحضور بالكحول والجل المطهر، ولو في حالة الإعياء أو التعب أو ارتفاع درجة الحرارة بيبلغ الطالب المرشد أو المعلم، كان بيكون في الحفاظ على نظافة الفصل أو المكان الموجودين فيه والالتزام بالمقاعد المخصصة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. زي ما احنا ملاحظين توافد الطلاب لمدارسهم، لما كنا نمارس العيال كلها بتشتغل،
بشكر حضرتك جدا وان شاء الله طب حضرتك ايه اللي بتطالبي بيه؟ كمان احنا عايزين نقوله لاولياء الامور ان هم ما يكبسوش كده على المدارس عشان يدوا فرصه لل طب حضرتك ايه الاجراءات اللي انت قلتها لابنك او بنتك يتخذها؟ حضرتك عايزه تقولي حاجه؟ ماشي شكرا. احنا في الاخير احنا شايفين الزحام اللي موجود قدام المدرسه، فاحنا بنطالب بتفعيل الاجراءات الاحترازيه وتقليل الازدحام من اولياء الامور، علشان فعلا الدنيا هنا زحمه جدا زي ما حضراتكم شايفين. وفي الاخر احنا بنتمنى ان ربنا يحفظ كل الطلاب ويوفقهم.